أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، ونستهلها بالعناوين. بالقصرين حملة للتصدي لحفر الآبار وتجهيزها لاستنزافها للمادة المائية وسط معاناة الأهالي بسبب تكرار انقطاع الماء الصالح للشرب. الانطلاق في الدراسات الأولية لتهيئة محطة فوتوضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية بأشعة الشمس في جزيرة قرقنة، تثمين اقتصادي وسياحي للجهة. في سيدي بوزيد لوحة راقصة وعروض للفروسية في السهرة الأولى للمهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل، مشاهد تبرز خصوصية الجهة في تربية الخيول. في تصريح أعلامي على هامش افتتاح أعمال ملتقى تكويني نقابي حول مقاومة الفساد وحوكمة المؤسسات العمومية، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوب اليوم بالحمامات تعقيبا على الوضع السياسي في تونس إن التنازل من شيم الكبار وليس ضعفا، ولا بد أن تتحمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب مسؤوليتها في حسم الخلاف حيال ما آل إليه الوضع السياسي. وأوضح بخصوص مقاومة الفساد أن الوطنية تحتم على الجميع تكريس ثقافة محاربة الفساد بالتعاون مع كل مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة. الندوة التكوينية تتنزل في خانة مواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة للثاني من فيفري لهذه السنة، اتفاقية ارتأها شوقي الطبيب رئيس هيئة مقاومة الفساد وعلى مستوى التفعيل التطبيقي من أنجح الاتفاقيات. وهذه الندوة تعتبر تمشيا جديدا في تأطير النقابيين في الملفات ذات الصلة بحوكمة المؤسسات العمومية. نعتبر الاتفاقية اللي أمضيناها مع الاتحاد على مستوى التفعيل التطبيقي من أنجح الاتفاقيات. نتمنى أن النقابيين يصبحوا عيون الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد سواء في المؤسسات القطاع العام ولا في مؤسسات القطاع الخاص. نور الدين الطبوب الأمين العام للمنظمة الشغيلة من جهته أكد بأن هذا اللقاء ليس بصورة إعلامية بقدر ما هو تكريس لهذه الاتفاقية، ودعا إلى تضافر جهود كل الأطراف وتحديدا الإرادة السياسية الفعلية لتفعيل هذا المسار. تضافر كل الجهود من هيكل النقابية، من مسيرين إصلاح المؤسسات العمومية على المستوى الهيكلي وعلى مستوى البرامج والخيارات على مستوى القوانين. احنا الإصلاح هو عمل دؤوب، ولكن المحاربة الفساد هو رو تكريس عقلية وثقافة مجتمعية كاملة لابد أن تتضافر بتكون القاطرة هي الدولة. الدولة في أجهزتها تعطي المثل في محاربة الفساد، وقتها تو تنضم معناها كل المكونات إلى هذا المشروع، وهذا مشروع وطني إن شاء الله نقدم به لتونس. ويذكر أنه قد سرى مفعول هذه الاتفاقية منذ تاريخ توقيعها وعلى امتداد سنتين، يمكن تجديدها باتفاق بين الطرفين بناء على طلب يوجه من أحدهما. قرار منع الحفر العشوائي للآبار بجهة القصرين قرار كانت قد اتخذته المصالح الفلاحية المعنية العام الفارط ويجري تطبيقه اليوم. هذا القرار يهدف إلى وضع حد لاستنزاف العشوائي للطبقة المائية بالجهة. انطلقت بولاية القصرين حملة لحجز معدات حفر وتجهيز الآبار غير القانونية، آبار بلغ عددها 1350 بئر، ما ساهم في استنزاف الطبقة المائية خاصة بمعتمدية إسبيبة وفوسانة. أصدرنا قرار خلال شهر أبريل الفارط وتم تطبيقه. القرار هذا يمنع الحفر العشوائي بكامل تراب الولاية، والقرار كذلك يعطي يعني الصلاحية لمصالح المندوبية الجهوية الفلاحة بحجز المعدات. آلة حفر في معتمدية سبيتلة بمنطقة جروالة، وكذلك معنا بمنطقة الأثار سبيتلة قمنا بحجز معدات حفر آبار عشوائية، والغرض هذا معناها تصدي لظاهرة الحفر العشوائي هذه والتقليص معناها من استنزاف الموارد المائية. وطالت هذه الحملة اليوم مناطق من معتمدية سبيبة، واعتبر أهلها أن لا خيار لديهم في ظل غياب الدولة ونقص مياه الشرب وغياب موارد الرزق وعدم قدرتهم على خدمة أراضيهم لغياب المياه السقوية. ما بوش يعطونا رخص باش نحفروا سناتش، وثم عباد هنا معناها اللي واصل شوي حافر 4 سنتيج
بدون رخص. بالنسبه للسنتاجات تتحكم فيها المشايخ، يحب يحطوا هنا يحطوا، يحب يحاولوا غادي يحطوا. نحن ناس شكينا نحبوا سنتاج دولي. يعني المواطن ولا مجبور باش مكره اخاك لا بطل في الحالتين هذوما. واللي اصعب من هذا انه الدوله ما خمتش في العباد هذي، سكرت تعمل له بلوكاج في الرخص ومن الكوتيه الاخرى اتبعوا شبيك تخدم في النوار. وخلال 7 سنوات قامت الدولة بحفر أكثر من 100 بئر بتكلفة تقدر ب 28 مليون دينار، إلا أنها لم تقم إلى اليوم بتجهيزها. نبقى في إطار قطاع المياه، وفي المهدية الأهالي يواجهون صعوبات كبيرة لتحدي العطش في هذه الأيام، خاصة مع الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. الأهالي يطالبون بإيجاد حل جذري لهذا الإشكال. عطونا المية، احنا ما حاجتنا بشيء، عطونا المية بركز. هكذا لخصت هذه السيدة ظاهرة تكرر قطاع المياه الصالحة للشرب بمنطقة وادي باجة من معتمدية سيدي علوان من ولاية المهدية، ظاهرة باتت تؤرق الأهالي وتهدد قطيع الماشية بالاندثار. ديما يقص، ديما يقول لكان يحل لنا نهار نهارين 3 أيام، راهو جمعة 10 أيام ما ثماش مي، ما ثماش مي، ويل عطشاني، ورانا نرشحوا فيهم ترشيح. ستير انت المية نشرو فيها ب60 دينار، الحليب نقص برشا. عارفين الأزمة متاع المياه ومستوعبين، وما فيهم هم الفلاحة عارفين فما أزمة متاع مياه، لكن احنا طالبين شوية عدالة يا رسول الله، فما شوية عدالة. فما تو مواطنين كان هذوما يجي يقول لك الماء مقصوص عليه 10 أيام، قال لك أعطينا 2 ساعة في النهار، أعطينا 3 سويعات في النهار نعبيهم معنا ونسقيو زويلنا. معاناة هؤلاء المواطنين تزداد شدة مع ارتفاع درجات الحرارة، ورغم محاولاتنا الاتصال بالشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه بالمهدية إلا أننا لم نظفر بإجابة، فيما تعمل السلطة المحلية على إيجاد حلول وقتية لهذا الإشكال. الإشكالية هي أنه شبكة المياه متسعة في ولاية في معتمدية سيدي علوان. هذايا فيما يخص عملية لما الصونات تقوم بعملية ضخ المياه، يبقى العديد من الساعات من تونس بالأربع 10 ساعات أنه باش يوصل المياه للمتساكنين. احنا نسعاول أنه لحد الآن نعمل عملية ترشيد في التوزيع، هذا هو المهم، ترشيد في التوزيع باش انه ما نخليوش الفلاحه، خاصه الفلاحه اللي عندهم العديد من الابقار، لان هم اصبحوا الان تقريبا متضررين. مناطق واد باجة ما تتميز بعلو كبير، صحيح البريسيون تاع الماء اللي توصلنا ضعيفة، والمناطق هذه انقطع عليها الماء لعدة أيام، فما مجهود بالسلطة المحلية، فما مجهود من المندوبية تاع الفلاحة، سخرنا عدد للديزونجان تاعنا، عندنا كاميونات تجيب من السواسي ساعة 11000 إيترا، تزود الفلاحة هذوما في مختلف المناطق العالية هذه، لكن المجهود ديما يبقى ضئيل، ما نجموش نمسوا الناس الكوليكية، على خاطر تعرفوا أنتوما فما تقريبا 35000 مواطن، وفما منطقة ريفية شاسعة وواسعة، وفيها قطيع من الأبقار هام وهام جدا. توفير مياه الشرب المطلب الملح لأهالي وادي باجة وغيرهم من معتمديات ولاية المهدية، مطلب علّه يجد أذنا صاغية لدى المسؤولين حتى تطفئ ظمأ العطش في صيف يزداد حرارة مع مرور الأيام. فلاحيا، انطلقت بواحات قبلي حملة لمداواة النخيل في إطار مجابهة مرض تيبس سعف النخيل، وقد طلب أهالي المنطقة بمزيد دعم الإمكانات لمجابهة هذا المرض الذي يفتك بالنخيل ويعطل إنتاج الواحة. في إطار الأيام الحقلية والتوعوية والموجهة أساساً لفلاحي ولاية قبلي، والتي انطلقت منذ أسبوع لمواجهة مرض تيبس سعف النخيل، توجهت فرق مختصة إلى قرية نجة من معتمدية سجل حد للانطلاق في التدخل مداواة بعض الضيعات الفلاحية بالمنطقة. ماذا يعني الأيام العقلية؟ يعني عملية معنى المداوات في بشكل معناتها تجربة وبشكل معناتها نموذجي، كنا انطلقنا فيها منذ معناتها يوم الأربعاء. كما طلب فلاحو قرية نجة بتوفير الكميات اللازمة من الأدوية والإسراع بالتدخل لإنقاذ ما تبقى من صابة التمور. انطلقت العملية صحيح في منذ يومين في ولاية معتمدية دوز الجنوبية وقبلي الجنوبية، واليوم نشوفها في سوق لحد، ولكن للأسف أن المجهود كان مجهود جهوي، معناها بين المندوبية الفلاحة بالإمكانيات الضعيفة، ولكن كلنا نتمنى أن وزارة الفلاحة تخص اعتماد لمعناها محاصرة هذه الآفة. إمكانية نتاع الفلاح ضعيفة طول، وما عندناش حتى حل توكا إلا أن الدولة تتكفل بمداواة الواحة وتتلفت تسمع الفلاح، تسمع وتوجيه لسيرة الرأي.
أكثر من 20,000 هكتار أصيبت بمرض تيب السعف النخيل بجهة نفزاوة، ولا يزال هذا المرض يمثل الهاجس الأكبر لدى فلاحي الجهة، خاصة أمام تفشي هذه الفطريات بشكل كبير والتي باتت تهدد صابة التمور وهلاك آلاف الهكتارات من فسائل النخيل بولاية قبلي. بدأت جزيرة قرقنا تسترجع بريقها السياحي وموقعها كوجهة استثمارية في مجال السياحة البيئية والاقتصاد النظيف، وقد تم الانطلاق في الدراسات الأولية لتهيئة محطة فوتوضوئية لإنتاج الطاقة من خلال أشعة الشمس. إحدى أكبر السباخ في جزيرة قرقنا توفرت فيها شروط إقامة محطة فوتوضوئية لتدخل ضمن شبكة عالمية لاستغلال الطاقات المتجددة والسياحة البيئية. يوجد لديكم أرض جيدة وشمس رائعة وهما عنصران مهمان في إنتاج الطاقة وخاصة إنتاج الكهرباء، وقرقنا تعتبر وجهة ممتازة للاستثمار وبذلك المساهمة في الدورة الاقتصادية. قرقنا تستهلك تقريبا في 6 ميجاوات كفاها، احنا ان شاء الله المشروع يكون فيه 10 ميجاوات، وهنا يكون الاكتفاء الذاتي لجزيره قرقنا في استهلاك الطاقه. لهنا نحب نضيف حاجه جديده، انه قاعدين نخدموا المشروع هذا باش يكون فيه ان شاء الله استوكاج، والمشروع الوحيد في تونس اللي باش يكون فيه استوكاج من الطاقه الشمسيه باش تكون نجموا نستغلوا الطاقه هذه على كل النهار. التكلفه تكون اكثر، التكلفة تكون أكثر، لكن الدولة باش تتحمل هذايا في إطار معناها التنمية المستدامة لجزيرة قرقنا. زيارة ممثلية شركة إيطالية إلى قرقنا كانت فرصة للاطلاع على إمكانياتها والتذكير بأنها عبر التاريخ كانت جزيرة متوسطية بامتياز وإحدى أهم محطات الاستجمام للسائح الأوروبي. أعتقد أن تطوير المؤسسات وتنمية الاستثمار والتجديد هو الطريق الأفضل لخلق تنمية مستدامة بهذه الجزيرة. قرقنا مع بداية موسم الاصطياف هذه السنة بدأ أنها تستعيد بريقها السياحي وموقعها كوجهة استثمارية واعدة تحسن استغلال خصوصياتها البيئية والاقتصادية. إلى ولاية سيدي بوزيد وإلى مهرجان الجواد العربي الأصيل والذي يلتئم في دورته 34 ويبرز خصوصيات الجهة وتميزها في تربية الخيول. هذه الدورة شهدت مشاركة العديد من البلدان العربية بعروض استعراضية مختلفة. عاشت مدينة المكنسي على وقع الدورة 34 للمهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل الذي تضمن عروضا للفروسية ولوحات موسيقية متنوعة أثثتها فرق شعبية من داخل تونس وخارجها، مهرجان يهدف إلى إبراز خصوصية الجهة في تربية الخيول. لمدة 3 أيام اللي يحب يتمتع بالعروض وبالفرجة وبالعادات والتقاليد متاعنا يجي في الليل من 9 إلى 11 ثم ما يتفرج. من بلد المليون اسم مليون الشهير الجزائر، حيو تونس أهل الثقافة. تحية إلى كل أهل العروبة، أهل الأصالة، أهل التراث، أهل المكناسي على استقبالهم وترحيبهم بالوفد الليبي. استقبال حافل بالنسبة لنا جدا جدا، جمهور أكثر من رائع. فارس نلعب فوق نحيفي، في إيدي مقروني وسيفي، جوادي ليكبكب لا يحفى، أحمر وافي مكسيكيفي. مهرجان وإن بدت انطلاقته مرضية لدى عدد من المتابعين، إلا أن هيئة المهرجان لم تخفي بعض الصعوبات المادية واللوجستية. حرصت على أني نحضر للمهرجان، فخامة الاسم يكفي، يعني المهرجان الجواد العربي الأصيل. الناس هنا يعني مربين الخيول أب عن جد، يعني ليسوا هواة ولا عشاق، يعني الخيل حاجة مهمة، مكون أساسي في حياة الناس. فرحة سنوية نستنوها من عام لعام، ونشوفوا الخيول عن قرب اللي هي تتمثل لنا أصالة وتراث بالنسبة لنا نحن. نحن الدعم المالي ما ثمش والبنية ما ثمش، ومع ذلك حرصنا أنه يوقع المهرجان بالتكتل مع الإخوة وبالمجهودات ذات السلطات الجهوية والمحلية نوعا ما والوطنية أكثر. على مر الزمان ظلت مكانة الجواد العربي الأصيل عظيمة في نفوس الأهالي باعتباره أيقونة الأصالة والعراقة لهذه الجهة ومصدر فخر واعتزاز لأبنائها. للتلفاز الوطنية التونسية، نوف الحرشاني، المكناسي، سيدي بوزيد.
بعد حجبه لسبع سنوات، مهرجان المناجم بالمتلوي يعود من جديد لتكون أولى سهراته بإمضاء تونسي للفنانة أمنة فاخر. مهرجان المناجم بالمتلوي انطلقت فعاليته بحفل للفنانة أمنة فاخر، معلنا عن فسيفساء من العروض الفنية لمهرجان رفع شعار التواصل والتحدي قطعا مع احتجاب دام سبع سنوات. كانت ثم سبع سنوات عجاف، بعد هذه السنوات بتضافر جهود الكل بدينا في رجاع المهرجان. شركنا الجمهور حتى في اختيار العروض وحملونا مسؤولية باعتبار أن العام اللي فات المهرجان نسبيا نجح. النجاح هذاك معناها حملنا مسؤولية باش سنا الفقرات أثثنا بفقرات على مستوى عالي جدا. فرحانة أني باش معناتها أني باش تلاقى جمهور المتلوي، عندي برشا ناس تحبني في المتلوي، هكا حسيت من ردة الفعل بعد ما هبطنا الأفيش في على لي ريزو سوسيو. حفل الافتتاح تبعته جماهير تتوق لعروض فنية تضيء ليالي مدينة المناجم المتلوي. جمهور كان جمهور رائع وجمهور مثقف، وأمنة قدمت معنا عرض ممتاز. برشا شوة شبتني أمنة فاخر، نحبها برشا. لو شو كبير هايلة، برجلي هايلة، صوت عظيم، صوت عظيم. جو على الأخر مش هدع لها أمينة فنانة مدينة على الأخر وكتب يعني جمهور برشا حضور. حيث المتلوي بالكتاج هذي ما فرحانين إن شاء الله. عرضان دوليان من العراق وروسيا يميزان الدورة 31 مهرجان المناجم بالمتلوي في توجه وسعي من الهيئة المديرة نحو التأسيس لمهرجان دولي. وهكذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، ونذكركم بالعناوين. بالقصرين حملات للتصدي لحفر الأبار وتجهيزها لاستنزافها للمادة المائية وسط معاناة الأهالي بسبب تكرار انقطاع الماء الصالح للشرب. الانطلاق في الدراسات الأولية لتهيئة محطة فوتوضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية بإشعة الشمس في جزيرة قرقنة، تثمين اقتصادي وسياحي للجهة. في سيدي بوزيد لوحات راقصة وعروض للفروسية في السهرة الأولى للمهرجان الدولي للجوادر العربية الأصيل، مشاهد تبرز خصوصية الجهة في تربية الخيول. وبإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.